بهدف تعزيز السياحة الداخلية في الأردن والترويج للمناطق الطبيعية والسياحية، قامت مجموعة من طلبة كلية الملكة رانيا للسياحة في الجامعة الهاشمية بتنظيم مبادرة سفاري الأردن، والتي تقوم بتسيير رحلات استكشافية لمناطق سياحية وتوفير المعلومات الكافية عنها للمشاركين. طلعنا اليوم وجهتنا كانت قلعة عجلون، بس ولكن حبينا نمر على الطريق على غابات جرش لحتى نفطر فيها. طبعا الجو كتير لطيف وجميل، والطلاب كتير مبسوطين، ولهيك حنبلش مبادرتنا من اليوم في أول منطقة وهي قلعة عجلون. احنا قمنا بترويج للسياحة داخليا ومحليا من خلال مواقع السوشيال ميديا والفيسبوك والى اخره. احنا قمنا بالاضافة الى التواصل مع طلاب من الخارج لنقل السياحة الداخلية الى الخارج، بالاضافة الى قمنا الى بتأسيس رحل ترفيهية من خلال طلبة الجامعة الهاشمية ومن غير طلبة الجامعة الهاشمية. الفريق طلع بناء على المشاريع الريادية اللي بتدعمها سمو الامير، بتدعمها وزارة الشباب اكيد. هلا احنا هدفنا انه نروج للمناطق السياحيه اللي ظلمت تسويقيا وترويجيا، بالتالي احنا حنبين مناطق هي ابدا ما كانت مسلطه الضوء عليها. تعد السياحه في الاردن من اهم القطاعات الاقتصاديه، حيث انها ترفد الخزينه بملايين الدنانير سنويا، مما يدعو للاهتمام بها شعبيا ورسميا. احنا وجهتنا كانت على سد كفرنجة، اول مره صراحه بنسمع فيه واكتشفناه. بشكر سفاري الاردن اللي عرفني على هذه المنطقه، وكثير كانت يعني البيئه وكل الشيء كان ظابط. تمتاز الاردن بعدد كبير من المواقع الاثريه والقلاع التاريخيه والفعاليات السياحيه، التي زادت عن 3000 فعاليه في مختلف المحافظات والمواقع خلال الربع الاول من العام الجاري.